مره تانية على الرغم باعترافي الشديد ان في اجهاد كبير جدا للعيبه النادي الاهلي، وهقول الكلام ده بعد كده بالمناسبه عشان تبقوا بس جمهور الاهلي عارف هذا الكلام، هقول ان اللعيبه دي مجهده، مجهده، ولكن مثل هذه المباريات بالنسبه لي وبالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي او بالنسبه لنا كجمهور للنادي الاهلي، مثل هذه المباريات بتبقى ليها وضع خاص. مباريات الاهلي والزمالك دي وضع خاص في كل حاجه. الناحيه الثانيه الافراح والليالي الملاح ومن امبارح للنهارده حقهم، حقه هو حر، هو شايف ان هو كده بيتبسط ويفرح وبيصدر لك ان انت وحش. احنا مش وحشين، احنا فريق قوي وافضل بكتير في مباراه امبارح، افضل بكتير مش في مباراه امبارح، احنا الافضل في كل شيء، الافضل اداريا واستقرار وكل شيء، كل شيء. هو حتى البعض امبارح طلع يصور لجمهور الاهلي يقول له ايه، اصل انتوا بقيتوا عشان البيانات وبقيتوا عشان الشكوى الكتيره. لا معلش، واحده واحده هتعرف ان النادي الاهلي يظل دائما النادي الاهلي. اي حد هيعرف يعني ان النادي الاهلي يظل دائما النادي الاهلي. انا مره تانية وتالتة وعشرة ومية ومليون بقول ان انا لو قفلت النادي الاهلي 10 سنين قدام محدش هيقرب من نص الارقام اللي انا عاملها. لو قفلت النادي الاهلي محدش هيقرب من نص الارقام. وانا هنا برضو برجع مره تانية والوم اللاعبين، بلوم اللاعبين اللي انا بحبهم جدا، وبلوم اللاعبين ان انا بشوفهم افضل لعيبه في مصر ان لم يكن في افريقيا، بلومهم، لانه من حقي كجمهور النادي الاهلي ومن حق كل جمهور النادي الاهلي ان هو يلوم اللاعبين على التعادل امبارح. وبالعكس انت كنت ممكن تتغلب بالكره الاخيره بتاعت امام عاشور.